السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام بكل خير. مشاهدينا الكرام، التغيرات المناخية اليوم ما هي بس مجرد توقعات، بل أصبحت واقع نعيشه اليوم. الكثير من دول العالم في هذا اليوم أو إلى ما وصلنا عليه في هذه الأشهر باتت عرضة إلى التغيرات المناخية. اليوم تساءلنا، وأكيد إذا أنتم تساءلتوا، كيف ممكن يأثر هذا التغير أو التغيرات المناخية على الطقس عندنا اليوم في قطر، وكيف بيكون المناخ بعد 10 سنوات أو 20 سنة قادمة في ظل التغيرات المناخية اللي تضرب الكرة الأرضية. وأكيد بنسأل معاكم ضيوفنا ما هي أبرز التغيرات المناخية اللي ستطرأ على دولة قطر خلال السنوات القادمة. واليوم هل نحن اليوم هل احنا مستعدين فعلا للتعامل معها، مع هذه التغيرات؟ أسئلة كثيرة ان شاء الله بنطرحها على ضيوفنا اليوم، بتكون على طاولة الحوار مشاهدينا الكرام في برنامجكم القبقة على شاشة تلفزيون قطر. طبعا ارحب بضيوفي اللي متواجدين معي اليوم. في البداية اكيد نرحب بالدكتور محمد بن سيف الكواري، الدكتور والمهندس وخبير مستشار بيئة، الله يحييك وشرفتنا. وكذلك نرحب بالسيد عبد الله محمد المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية، والدكتور أبو بكر الجنيد، رئيس العمليات بشركة مرافق قطر، والخبير البيئي الدكتور سيف الحجري. يا مرحبا ومسهلا فيكم وشرفتونا، ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر دكتور. حياكم الله، وحنا أيضا نبارك للأمتين الإسلامية والعربية هذا الشهر المبارك، ونبارك أيضا لتلفزيون قطر على الجهود الطيبة في إثراء قضايا المجتمع. الله يحييك يا دكتور أبو محمد، مبارك عليك ما تبقى من الشهر وشرفنا، الله يسلمك. الله يبارك في حياتك، تقبل الله صيامكم وطاعتكم إن شاء الله. وبدوري أثني على كلام الدكتور وأبارك للأمة بهذا الشهر أو ما تبقى منه إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. دكتور شرفتنا وبارك عليك ما تبقى من الشهر، الله يبارككم ومحلكم، الله يسلمك. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله شهر مبارك على الأمة الإسلامية والعربية جميعا إن شاء الله. سعادة المهندس بارك عليك الشهر، شرفنا، الله يسلمك. بارك علينا عليك، سعداء بوجودنا معاكم في هذه الأجواء الطيبة مع المطر ورمضان والليالي الفضيلة هذه، جزاكم الله. الله يحييكم. طبعا اليوم نتكلم أكيد عن التغير المناخي وكيف ممكن له تأثيرات على دولة قطر. في البداية أو بشكل عام دكتور سيف، نتكلم بشكل عام عن التغير المناخي، خاصة أننا قاعدين نشوف هناك مؤتمرات، هناك حملات، هناك فعاليات كلها تتكلم طبعا عن نفس الموضوع، وهناك تحرك كذلك من وزارة البيئة والتغير المناخي. طبعا بالفعل التغير المناخي هاجس وتحدي لكثير من أبناء هذا الكوكب على مدى 50 سنة القادمة. وهذه التغيرات هي طبعا الإنسان كان العامل الأساسي، بالإضافة إلى الطبيعة، كون أن الطبيعة أيضا لها تأثير مثلا في البراكين وبعض الأحداث الطبيعية، ولكن هي هذه تعمل التوازن. فبالتالي القضية أصبحت في الواقع واقعة وتحتاج إلى جهود كبيرة جدا، بدءا بمتخذين القرار على مستوى الكرة الأرضية، كون أن هذا الكوكب لا يعترف بالحدود بالنسبة للبيئة. فكلها هذه العناصر ذات صلة بالمناخ، سواء كان الرياح أو سواء كان الضوء، سقوط الأمطار، تجدد الأحداث المناخية، هي لا تعترف الواقع بالحدود، وبالتالي تنتقل. إذا هن في سفينة واحدة على مستوى البشر ككل، إذا الجهد المبذول يجب أن يبدأ بالقيادة العليا قيادات الدول، ثم العلماء الذين كانوا في الحقيقة أكثر اهتماما منذ فترات طويلة، منذ عقود، وأصبح حاليا في الواقع دون وجود حتى الأجهزة نستطيع أن نشعر بهذه التغيرات، وخاصة دول الصحراء وشبه الصحراوية، ومن ضمن دولة قطر هي من الدول التي أكثر هشاشة. وبالتالي لابد أن نعيد جيل في الواقع الذي أولا يحمل قيم التعامل مع قضايا البيئة، وأيضا أن يكون
عامل مهم في التخفيف وفي إيجاد ابتكارات والتكيف مع الظروف التي نعم. مستجدة. نعم أكيد لابد من التركيز بهذه القضية دكتور. اليوم نشوف ضرورة التركيز وأخذ هذه القضية بعين الاعتبار على مستوى العالم، على مستوى كذلك دولة قطر، وخلنا نقول التعرف أكثر على التغيرات المناخية وكيف ممكن تأثر على بيئة دولة قطر أو المنطقة بشكل عام. اليوم أبرز التغيرات اللي ممكن تواجهها دولة قطر، بما أن دولة قطر بيئة صحراوية ونشوف تغيرات مناخية في كل سنة سنتين هناك تغيرات جديدة وهناك طبعا تحديثات جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخوي سعود سؤالك هذه وايد مهم وايد صعب. صعب أن أحد في العالم يجاوب ماذا تتوقع أن تكون من تغيرات مناخية على مدى هذه السنين. والسبب في ذلك أنا بقول لك بس حكاية بسيطة مرتبطة بالموضوع هذا. قبل 10 سنوات أو 8 سنوات تقريبا تحدث العلماء عن طاقة الأرض، وقال أحد العلماء أن طاقة الأرض هذه اختلت أو ضعفت. بدليل إيش؟ أن الحقيقة الآن لا نستطيع أن نسيطر على بعض الظواهر مثل الرياح والأمطار الأمواج. هذه الأمور الآن صعب أنك أنت تتنبأ بحدوثها يعني أو خطورتها يعني على سنة. فطبعاً في ذاك الفترة كان هذا الموضوع مثير للجدل، ما كان حد يعني يتصور ويصدق وأن هذا الموضوع خيال علمي وكذا من هالكلام هذا كله. حتى عام 2021 لما حصلت الفيضانات في أوروبا، وأنت تعرفون طبعاً ونقلت وكالات الأنباء الفيضانات التي دمرت الحقيقة البنية التحتية في ألمانيا وبلجيكا وغيرها من هذه كذا. طيب كيف حدثت هذه؟ لأن حتى العلماء في أوروبا وحتى الناس اللي يتنبون بالأرصاد كانت مفاجأة بالنسبة لهم، كيف حصلت هذه الفيضانات وهم ما استطاعوا بكل ما لديهم من تكنولوجيا وتقنيات. دليل على ذلك أن الرياح لم تستطيع أن يعني تنقل ضعفة الرياح، فبالتالي نزلت الأمطار كلها التي تهطل في شهر نزلت في يوم، وبالتالي حدثت هذه الفيضان. فالشاهد الآن اليوم إحنا عندنا مشكلة أن إحنا ممكن نتنبأ في الصيف بأمطار غزيرة، ممكن في الشتاء بحرارة شديدة، ممكن كل هذه الأمور ممكن ومحتملة. ليش أنا أقول لك صعب؟ مهمة صعب. وبالتالي لذلك إحنا الحقيقة لازم يكون عندنا خطط اسمها خطط التكيف والتخفيف. نعم. خطط التكيف هذه لازم تكون موجودة. إن أنا أتنبأ بالأمطار، أتنبأ بالحرارة، أتنبأ بارتفاع منسوب سطح البحر. كل هذه تنبؤات موجودة، يجب أن نضع لها خطط اسمها خطط التكييف. نعم. على أساس أنا أستطيع إنه لو حصلت أنا يكون عندي الخطة، ويسمونها خطط الكوارث في العالم. نعم. والآن بدأت دول العالم تنفذ هذه الخطط يعني. نعم. طبعاً. دكتور مثل ما ذكرت أنه صعب ممكن تتنبأ أو صعب ممكن تعرف الخطوة القادمة، ولكن هناك حلول، ومن ضمن هذه الحلول أكيد الاستعداد لطبعا هذه التغيرات. طبعا اليوم نتكلم أكيد كيف ممكن أن نستعد أو خلنا نقول نتكيف مع هذه التغيرات بدون على سبيل المثال في وجود الدراسات. اليوم نشوف دراسات كثيرة جدا ممكن أن تساعد المجتمع، تساعد الدول، وهناك طبعا مثل ما ذكرت دكتور لابد من تحرك على مستوى الدول بخصوص هذه القضية. اليوم طبعا مهندس أبو بكر، كيف أنا ممكن أستعد، كيف ممكن إحنا كمجتمع نستعد لطبعا هذه التغيرات المناخية فيما يخدم طبعا الخطط اللي موجودة في الأول الأخير؟ يعني نتكلم بكل واقعية، يد واحدة ما تصفق. اليوم الدراسات موجودة، الخطط موجودة، التوجيهات موجودة، ولكن لابد يكون هناك استعداد من المجتمع، استعداد ككل بأن نحاول كثر ما نقدر إنجاح هذه الخطط في ظل التغيرات المناخية. بسم الله الرحمن الرحيم.
احنا نقدر نستعد للتغييرات المناخية اذا فهمنا اولا هذه الاشكاليات المناخية او الاشكاليات البيئية والتحديات البيئية من وين جاية. بالنسبة انا اقدر اجمل التحديات البيئية للتواجه قطر في صنفين. الصنف الاول اللي هو التحديات الطبيعية، كون قطر دولة صحراوية جافة لها درجات حرارة مرتفعة وتربة شديدة الملوحة، هذه لها انعكاسات وآثار بيئية. يعني على سبيل المثال هذه تؤثر على جودة الهواء بسبب العوالق الترابية اللي تكون في الهواء. هذا التحدي أعتقد يعني من إحدى الحلول اللي هو كثرة المسطحات الخضراء والتشجير بمختلف أنواع التشجير. عندنا الأشجار الصحراوية تساهم ولو بشيء قليل في التخفيف من هذه الآثار البيئية. التحدي الثاني هو الأهم وهو الأكبر وهو الناتج من النشاط البشري، وخصوصا إذا تكلمنا عن الإنتاج الصناعي والتطور العمراني. العالم كله المشاكل البيئية ناتجة أساسا إجمالا من الأنشطة البشرية من الإنتاج الصناعي. يعني إحنا لو رجعنا بالتاريخ إلى ما قبل الثورة الصناعية الإشكاليات البيئية في ذاك الوقت ما كانت مثل ما هي اليوم. نعم. بعد الثورة الصناعية استمرت عجلة الصناعة والصناعات الثقيلة بما لها من آثار بيئية تؤثر على البيئة. إذا رجعنا على مستوى قطر، أنت تعرف أن قطر يعني تعتبر من كبار الدول في مجال إنتاج النفط وخصوصا الغاز والغاز المسال. صناعة الغاز والنفط دائما لها أثارها البيئية، لأن صناعة النفط والغاز هي من أكبر المصادر لإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون. نعم. وغاز الميثان اللي تأثر على ارتفاع درجات الحرارة العالمية. لكن بحمد الله هناك خطط وجهود وهناك مشاريع قائمة في قطر لتخفيف من انطلاق هذه الغازات. نعم. عبر تقنية ما تسمى بالكربون كابتشرينج اند ستور، اللي هو إذا صحت الترجمة نقول التقاط الكربون. نعم. فبدل ما ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء يتم التقاطه سحبه وتجميعه في خزانات في باطن الأرض، بالتالي يتم تخفيف الآثار البيئية على 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 الدولة عبر هذه التقنية. نعم. وفي المستقبل بتكون في تقنيات أخرى إن شاء الله. الشيء المهم اللي أحب يعني أن أنوه إليه أن يجب إحنا لا نتوقف في الاستعداد علميا للتحديات البيئية من خلال الدراسات العميقة، من خلال وجود مختصين أكثر من أبناء. نعم. البلد في المجال البيئي. يعني احتياجاتنا سابقا ليست كاحتياجات اليوم من ناحية العلمية من ناحية التقنية في مجال البيئة. نعم. طبعا أكيد هناك متابعة مشاهدينا الكرام كذلك من إدارة الأرصاد الجوية. أبو محمد، اليوم متابعتكم طبعا للتغيرات المناخية كيف تتم، وهل التغيرات خلنا نقول شاسعة، فرق بين 50 سنة الماضية، ومتابعتكم خلنا نقول وخطة إدارة الأرصاد يعني مع هذا التغيير أو مع هذه القضية؟ مساكم الله بخير. الله يمسيك بالنور. في البداية بس باخذ شوية باغتنم الفرصة أوجه تحية لموظفي وموظفات إدارة الأرصاد الجوية، حيث أن اليوم 23 مارس هو يوم الأرصاد الجوية العالمي، ويحتفل به جميع مرافق الأرصاد الوطنية في العالم أجمع. مبروكين إن شاء الله. مبروكين. ويتم اختيار مسمى للسنة القادمة، ويعني هذه السنة في اليوم العالمي مطر ما شاء الله. مطر نعم. تم اختيار المسمى للسنة القادمة هو في طليعة العمل المناخي، نسبة لأن التغيرات المناخية مثل ما أسلف الجماعة أنها صارت مبينة أكثر وتأثر على المواطن بشكل أكثر،
ولابد من المجتمع أن يعمل بطريقة أفضل لكي يحد من الآثار السلبية للتغير المناخي. ما راح أخص المجتمع القطري مثل ما قال الدكتور أن هذا لازم مثل ما قال كولكتيف يعني جهد مجتمعي كامل، لأن المناخ لا يعرف حدود. لابد أن المجتمع بأكمل أن يعمل مجهود على أساس نحصل نتيجة في التغير المناخي أو في الحد من التغير المناخي. نعم. أما بالنسبة لإدارة الرصاصة الجوية، ومثل ما أسلفت إحنا سجلاتنا تعود لألف وتسعمائة واثنين وستين، وخلال الخمسين سنة اللي راحت صحيح وجدنا بعض المتغيرات المناخية في بعض العناصر الأرصادية، غالبا ما هي درجات الحرارة الدنيا أو درجة الحرارة خلال الليل. وجدنا ارتفاع شاسع ما بين خمسين سنة قبل ما بين هالأيام. درجة الحرارة العظمى لم يكن الارتفاع بذلك المشهود. يمكن الناس العاديين يقول لا الدنيا حر، لا لا، حسب قياس إدارة الأرصاد الجوية درجة الحرارة الدنيا هي الذي ترتفع. نعم. وكل ما المنحنى اقترب منه درجة الدنيا من الدرجة القصوى هذا يسبب ضيق وعدم ارتياح لدى المواطن والمقيم في الدولة. وبذلك مثل ما يقولون يعني طبيعة حياة الإنسان تختلف. قد يكون هذا مسبب اللي هو ما يعرف بالجزر الحرارية. نظرنا إلى صور الأقمار الاصطناعية قبل 1990 وجدنا مثلا المحطة اللي نقيس فيها درجات الحرارة كانت في مطار الدوحة الدولي، كانت المنطقة حوالين مطار حمد الدولي خالية، شبه خالية. نعم. تقدم الوقت لهذه السنوات، يعني احنا في عام 2023 المنطقة المحيطة بمطار الدوحة يعني تطورت تطورا شاملا. صحيح. ونتيجة هذا التطور حدث نوع من الارتفاع في درجات الحرارة، ولكن في المناطق الخارجية في المحطات اللي خارج الدوحة درجة الحرارة كانت عادية. هذا الشيء لا يوجد بس في قطر، يوجد في الإقليم ككل، في دول مجلس التعاون وفي معظم الدول في العالم. العنصر الآخر الذي وجدنا فيه تغيرا خلال خمسين سنة اللي راحت هو الأحداث الاستثنائية بالنسبة لكميات تساقط الأمطار. مثل ما لاحظنا، مثل ما لاحظتوا كلكم، من خلال الخمس سنوات اللي راحت لما يجينا مطر يجينا على فترة قليلة. صحيح. ويجينا بكميات أكبر. بكون ضدك دكتور، هذا قبل حوالي 12 سنة. بالعكس كم يعني في الأخير النقاش ممكن أنكم تناقشوا الموضوع. قبل 10 سنوات تم التنبؤ به بواسطة يعني علوم الحواسيب تتقدم. في خمس مراكز للتنبؤ المناخي معترف فيها دوليا. نعم. تنبأت أن الأحداث الاستثنائية وخصوصا الأمطار ستزيد كمياتها ولكن فتراتها تكون قليلة. وهذا من المتوقع أن يستمر خلال خلنا نقول السبعين سنة القادمة، ربما وربما ليس. وهذا إحنا نعيره اهتمام كبير في إدارة الأرصاد الجوية بتكثيف دراستنا للمناخ. المشكلة دراسة المناخ لا تتم كل سنة كل سنة، لابد أن دراستها تكون على مدة خمس سنوات خمس سنوات حتى تتكون صورة واضحة لعالم المناخ. نعم. حتى يعطي شهادته بالنسبة للمناخ. جواكم الله على الجهود طبعا اللي تبذلونها في الإدارة، وكذلك ممكن هذا يخلينا انتقل دكتور سيف إلى هناك فعلا تغيرات جلسة تصير، ولكن في نفس الوقت جالسين نشوف الآن في هذه السنوات هناك طفرة جديدة، نشوف الذكاء الاصطناعي موجود كذلك، وساعد الذكاء الاصطناعي صراحة في حل مشاكل كثيرة، في اختصار الطريق لتخصصات كثيرة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي كيف ممكن كذلك أنه يساعد في هذه القضية، خاصة أن نشوف وجوده فعلا مهم اليوم في الدراسات، في خلنا نقول الأمور اللي ممكن تكون معقدة شوي، ولكن رضينا ولا ما رضينا هناك طفرة كذلك تكنولوجيا أو تكنولوجية تسمى الذكاء الاصطناعي ممكن كذلك تفيد، وناخذ منها الأمور الإيجابية في حل أو في التقليل كذلك من هذه القضية. نعم بالفعل، يعني العالم وضع حلول من ضمن التكيف مثل ما ذكر. نعم. دكتور، والتخفيف،
من ضمن الحلول أيضا هو التكنولوجيا وتبادلها. ولا شك عملية الذكاء الاصطناعي أصبح في غاية الأهمية. مثلا نفرض أن احنا حاليا نتعرف على مساحات دولة قطر، لابد أن يكون هناك مساحات. هذه المساحات مثلا نتوقع أن لو ارتفعت مستوى الماء البحر حوالي نص متر، ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا في الحقيقة خريطة قطر، ويعطينا ما سيحدث لو حدثت هذه الحادثة في كل المرافق الاستراتيجية، مثل الأماكن اللي هي تحلية المياه، المواني، المطارات، البنية التحتية المهمة لدولة قطر. وبالتالي هذه التقنية في غاية الأهمية، لأنها تعطيك أيضا ما يتوقع خلال سنوات متعددة، ويعطيك أيضا ما هي الحلول اللي ممكن أنت تتخذها. يعني لأن المسوحات هذه ممكن تضع مثلا في فترات، مثلا نقول نص متر، وبعدين مثلا متر، ممكن نحط متر ونص، فتعطيك على الأقل صورة واضحة على ماذا سيحدث لشبه جزيرة قطر عندما يحدث هذا الارتفاع اللي ممكن يكون بالفعل يحدث، لكن يحدث ببطء. وبالتالي تعطي دولة فرصة لتفادي ووضع بنية تحتية تحمي هذه المرافق، تحمي المناطق المؤهلة للسكان. أيضا اليوم هذه التقنية تتنبه بالمناخات، تعطيك بالحقيقة، يمكن الأخوة في أرصادهم أيضا مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن دقيق جدا، يعطيك بالفعل أرقام دقيقة، وأيضا قد يسمح في الحقيقة حلول، لأن أيضا قد يقارن بين المناخات المتغيرة للدول. أنت كما نعلم أن المناخات هي تتغير بتغير الموقع الجغرافي، وتختلف باختلاف الموقع الجغرافي، وتختلف بارتفاعات ومنخفضات التوبوغرافية للدول. إذا بالفعل التقنيات والتكنولوجيا أصبح عامل مهم جدا. من كذا العالم يطالب المنظمات المعنية بمؤتمرات القمم المناخ بتبادل تكنولوجيا ومساعدة الدول الأقل حظا، حتى نستطيع أن نعمل معا لحماية الكوكب من هذه التغيرات. وبالتالي تكنولوجيا عامل أساسي، وأيضا الأجيال الحالية هي مناط عليهم في الواقع البذل جهد بالبحث العلمي ومراقبة وتطوير هذه التكنولوجيا حتى تخدمهم في السنوات القادمة. وكذلك احنا نتكلم، يعني دكتور، نتكلم عن الأجيال القادمة، نطالب الأجيال اكيد في عمل بحوث والعمل على هذه، على هذا الموضوع. وكذلك لا ننسى في دعم المؤسسات لهم، خلنا نقول في تسهيل لهم هذه العملية، عملية البحوث أو عملية دراسة طبعا المشكلة. دكتور محمد، اليوم كونك دكتور مفوض أممي، طبعا متطوع للترويج لأهداف الأمم المتحدة للاستدامة البيئية أو للتنمية المستدامة 2030، دور أو تحرك الأمم المتحدة بخصوص هذا الملف، تسهيل البحوث الدراسات اللي ممكن أنها تساعد بشكل كبير، خلنا نقول في هذه التغيرات اللي جالسة تصير، الدعم اللي تقدمه الأمم المتحدة أو المنظمات بشكل عام، كونك متواجد في نفس خلنا نقول البيئة العملية في التفاصيل، كيف هي، كيف جالسة تصير، كيف التطورات اللي جالسة تصير اليوم. إحنا نتكلم عن مشكلة ليست فقط محلية، ولكن مشكلة يواجهها العالم ككل. طبعا شوف، اليوم الأبحاث العلمية مركزة على كثير من القضايا. أكثر يعني قضية تركز عليها الأبحاث العلمية هو الانبعاثات الغازية، اللي هي طبعا مثل ما ذكروا الإخوان غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو، والذي يتزايد شيئا فشيئا. ولذلك حقيقة احنا في قطر، وطبعا نشكر مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وأيضا الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهذا نعتز به ليس في قطر فحسب بل في العالم، أنه قاعد يدعم البحوث العلمية الرامية لكل شيء وبالذات البيئة، وهو الحقيقة يقدم دعم للأبحاث بشكل كبير وسخي.
ممتاز. ولذلك حقيقة احنا كل السنة يسمونهم هم الريسايكل كول، انه يعني ملايين قاعدة تدفعها هذا المجلس للباحثين والعلماء لتقديم بحوث علمية للحفاظ على البيئة وتعزيزها. وطبعا حقيقة احنا اليوم عندنا شيء بالشيء يذكر، الحقيقة عندنا بحث مع جامعة حمد بن خليفة، بحث كبير جدا عن احتجاز الكربون وتحويل الكربون إلى غازات صديقة للبيئة. ممتاز. وهذا البحث الحقيقة لمدة 5 سنوات، انقضت منه 3 سنوات وباقي سنتين هو بناء محطة. المحطة هذه تأخذ الهواء من الجو ثم تفكك هذا الهواء ما بين أكسجين وكربون. الأكسجين تطلقه في الجو والكربون تعيد تصنيعه مرة ثانية لينتج غازات صديقة للبيئة تستخدم في المصانع. ممتاز. حقيقة مشروع كبير، ومشروع أيضاً يعني الحقيقة يخدم البيئة القطرية وأيضاً ممكن حتى ينتقل للعالم. وهذا بحث من بحوث كثيرة. ممتاز. يعني إحنا أيضاً عندنا حقيقة استغلال أيضاً حتى بعض المواد أن نحولها إلى مواد صديقة للبيئة، من نفايات إلى مواد صديقة للبيئة باستخدام تقنيات متطورة مبتكرة، وعندنا الحقيقة يمكن حوالي براءة اختراع في هذا المجال. فلذلك حقيقة الدولة قاعدة تسير في هذا المنهج. نعم. تشجع العلماء وتشجع الباحثين لابتكار أدوات وآليات جديدة وحديثة للحفاظ على البيئة، وهذا مهم جدا. نعم. الآن احنا قاعدين نفكر، وأيضا وزارة البيئة والتغير المناخي تنتقل الآن من موضوع الجو والغازات وكذا إلى الحياة الفطرية. كيف نستطيع أن ننمي الحياة الفطرية؟ كيف نستطيع أن نزرع هذه الصحراء بظل وجود عوامل التحدي اللي هو المناخ الصعب، قلة المياه، التربة وغيرها، ومع ذلك احنا نريد أن نخضر هذه الصحراء، نحافظ على الحياة البحرية. نعم. عندنا مشاريع السلحفاة والحوت وبقر البحر، وكل هذه الحقيقة الآن تعيش في ظروف لابد أن نحسن بيئة هذه الظروف. كلها مرتبطة في بعض. نعم، كلها التوازن البيئي. نعم. فالتوازن البيئي أيضا يحتاج إلى البحوث العلمية لتعيش هذه البيئة بحقيقة بسلام. يعني التحديات كبيرة ولكن الجهود أيضا أكبر. نعم أكيد تحديات كبيرة، ولا شك أنها كذلك جهود كبيرة تقدمها المؤسسات في مختلف طبعا مؤسسات الدولة. إن شاء الله هناك حلول، بنتكلم عن الحلول أكيد مع ضيوفنا بشكل عام، أبرز الحلول، أبرز التوجهات وأين ممكن نتجه في الفترة القادمة بخصوص هذه القضية المهمة. مشاهدينا بننتقل معاكم إلى فاصل قصير وراجع عندكم.
حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، وأكيد نرجع إلى موضوعنا مع ضيوفنا وعن أبرز طبعا تأثيرات التغير المناخي. طبعا مهندس ببكر، شفنا أو جالسين نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي هناك أكيد تفاعل بخصوص هذا الموضوع، ولكن هناك البعض يتكلم عن المبادرات بهذا الخصوص، ممكن أن لا تقوم بالواجب، محتاجين حلول أخرى، حلول فعلا نشوف فائدتها على أرض الواقع. اليوم المبادرات بشكل عام نبي نتكلم عنها، هل فعلا هي كافية أو فعلا نحتاج إلى مبادرات أكثر ممكن أنها تطلع بحلول توصل طبعا بالمشكلة للمواطنين، توصل بحلول ومشاركة كذلك المجتمع في هذه المبادرات؟ أنا راح أتحدث عن المبادرات يعني بشكل عام. نعم. على مستوى دولي مش فقط في قطر. هو حقيقة الحلول التقنية والمبادرات المطروحة على مستوى العالم جيدة وتكفي من وجهة نظري أنا، لكن المشكلة تكمن لما تصطدم هذه المبادرات والتقنيات بالإرادة السياسية والمصالح الاقتصادية للدول. نعم. خليني أشرح النقطة هذه. على سبيل المثال، فيما يخص بطبقة الأوزون، في عام 1987 العالم اجتمع في مدينة مونتريال لمناقشة مشكلة الأوزون وآثار هذه المشكلة ووضع حلول ووضع توصيات. في نهاية الاجتماع طلعوا يعني خرجوا بوثيقة سموها وثيقة مونتريال أو مونتريال بروتوكول. نعم. كانت فيها توصيات عملية يجب على الدول تنفيذها، الدول والشركات، حتى تخفف من آثار استهلاك طبقة الأوزون. تبع هذا المؤتمر أيضا مؤتمر ثاني في كيغالي في عاصمة رواندا، والتقارير تذكر أن هذه التوصيات العملية، الإجراءات العملية آتت ثمارها وخففت من مشكلة طبقة الأوزون. فاللي بيوصل أن هذه المبادرة وهذه المؤتمرات لما تم تطبيقها حرفيا آتت يعني بنتيجة. في المقابل بالمثل، الأمم المتحدة أيضا دعت إلى مؤتمر. نعم. فيما يخص الآن المناخ وارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، كان المؤتمر في مدينة كيوتو في اليابان سنة 97، وأيضا خرجوا بمعاهدة سميت معاهدة كيوتو، وقع عليها معظم الدول باستثناء دولتين. ثم بعد ذلك سنة 2012 صار مؤتمر في الدوحة هنا. نعم. وختاما كان في 2015 في باريس، وخرجت المعاهدة الشهيرة اللي هي معاهدة باريس للمناخ. إذا طبقت يعني التوصيات اللي في معاهدة باريس والتزمت فيها الدول، نعم، أكيد بتكون فيها أثار إيجابية. ولكن للأسف بعد سنتين فقط أعلنت الولايات المتحدة نيتها الانسحاب من معاهدة باريس، وفعلا في 2020 انسحبت من معاهدة باريس، على الرغم من أن الولايات المتحدة تساهم ب 15% من انبعاثات الغازات على مستوى العالم. اللي بقوله هني جت الاصطدام ما بين المبادرات من أهل الاختصاص من أجل المناخ بالمصالح الاقتصادية. نعم، الاقتصادية السياسية ممكن تأثر على هذه المبادرات وعدم استمرارها. بالضبط، تغليب مصالح الاقتصادية الخاصة بدولة معينة. نعم. على مصلحة الكرة الأرضية، على مصلحة، لو التزم الجميع بهذه المبادرات بهذه المعاهدات راح تكون بلا شك يعني تطور كبير في هذا الجانب. لكن يحتاج، هنا ينطبق عليه قول الشاعر يعني متى يبلغ البنيان يوم التمام، إذا كنت تبني وغيرك يهدم. نعم. فلا بد يعني على العالم أجمع أن يعني يتماشى مع، فاللي بقول أن المبادرات جيدة، المبادرات مبادرة سليمة، ولكن يجب أن تتبعها القرارات السياسية والاقتصادية. يعني احنا نتمنى أكيد مثل هذه القرارات لابد أنها تكون موجودة، وأكيد
الالتزام بهذه المبادرات. في الأخير كلنا مثل ما ذكر الدكتور في مركب واحد في مواجهة طبعا التغيرات المناخية، وكذلك نشوف مشاهدينا هناك التطور كذلك من قبل المحطات اللي موجودة، من قبل أكيد المشاركات سواء المحلية أو كذلك الدولية والاهتمام بهذا الشأن. كذلك اليوم نشوف من أحدث المحطات اللي موجودة محطة مكينس أبو محمد، واحدة من أحدث المحطات طبعا الرصد الجوي. نتكلم عن المحطة بشكل عام، خدمات محطة مكينس طبعا للرصد الجوي ووجودها في هذه المنطقة وخاصة منطقة مكينس. الله يسلمك. محطة مكينس للرصد الجوي موجودة منذ زمن. نعم صحيح. كانت موجودة محطة أوتوماتيكية قديمة في عام 2010. كنا يعني كان في نية لتركيب رادار طقس، ونبي ننقي النقطة المناسبة لدولة قطر عشان نعم. يركب عشان الاستثمار يؤتي ثماره وتغطي كافة دولة قطر. فتم اختيار منطقة مكينس، وكانت الأرض اللي حوالين المحطة مناسبة لنا. تم بناء مبنى لرادار الطقس الذي حاليا يعمل وبشكل جيد، بالإضافة إلى المحطة اللي كانت موجودة أضفنا إليها أيضا محطة تقليدية وذلك لغرض التدريب، بالإضافة إلى مسبار أو محطة لقياس لرصد الزلازل موجودة في نفس المكان. وما دام احنا ندرب ناس في نفس المكان ايضا قمنا ببناء مبنى لتدريب الموظفين الجدد، لان الموظف الجدد لازم يخضع للتدريب مثل ما نقول بدائي عشان يعرف وين الرصدة جات ويفهم اصل الارصاد الجوية خلنا نقول. وعليه صار عندنا مركز مكينس للارصاد الجوية وهو يقوم بعمله على اكمل وجه والحمد لله. نعم. أنا سعود يعني أود أن أشيد الحقيقة بموقع الأرصاد حقيقة. نعم. لأن أنا كباحث صراحة أستفيد من هذا الموقع بشكل كبير بالمعلومات الوفيرة الموجودة يعني. جميل جدا. حقيقة نشكرهم ونقول مزيدا من الجهد ومزيدا من العمل الطيب. الله يجزاكم خير. بالعكس وجميل جدا يعني نشوف تعاون أكيد الإدارات المؤسسات بينها وبين بعض وكذلك مع المهتمين بهذا الشأن وكذلك مع تواجدهم في الفعاليات في المبادرات وكذلك تواجدكم طبعا، ونشوفكم احنا دائما بين الحين والآخر متواجدين وتسعون أكيد لإيصال أهمية رسالة طبعا التغير المناخي. دكتور سيف، ممكن لاحظنا خلنا نقول التحذيرات في الفترة اللي راحت تتكلم وأقولها لك يعني ممكن بشكل مبسط عن ارتفاع ممكن الموج، ارتفاع البحر، إيش يعني هذا الارتفاع وكيف ممكن أنه يأثر، خاصة أن هذه التحذيرات يعني طلعت من الأمم المتحدة اليوم. ممكن احنا نقرأ هذا المقال، نقرأ هذا التحذيرات سواء في تغريدة أو في موقع التواصل الاجتماعي، ما نفهم أهمية هذا الموضوع أو خطورة. نعم. ممكن ارتفاع البحر على سطح البحر. نعم. قبل أن أجاوب على هذا السؤال أعقب على المهندس أكيد. أبو بكر بالنسبة لالتزام الدول، لأن القضية هي أن معظم دول العالم وقعت على اتفاقية. نعم. تغير المناخي واعتمدتها، ودولة قطر كان من الدول أيضا من الدول اللي كانت الأول 100 الأولى. نعم على صحيح. توقيع هذه المعاهدة. كذلك سنة القوانين والتشريعات. ولكن البرامج خجولة في الواقع في العالم العربي، وعدم الالتزام الدول الكبرى على ما وقعوا عليه. وهذه القضية المحورية في الواقع التي تواجه القضية، حينما نتقدم خطوة نرجع خطوتين. لماذا؟ لأن البشر في زيادة المستمرة، برامجهم وأنشطتهم في استمرار المستمر. نعم. الأنشطة التجارية والاقتصادية والبنية المستمرة، إذن الجهد المطلوب مضاعف عن الالتزام الدولة. بس دكتور أنا ما أقطع كلامك إلا بالخير، اليوم إحنا نتكلم عن كذلك التزام المجتمعات، التزام الشعوب. في نفس الوقت الشعوب يشوف أن الدول الكبرى مو ملتزمة،
ما اتوقع انه راح يكون هناك تعاون. هذا اللي انا اتكلم، انا اتكلم عن دول كبرى اللي هي تقريبا هي الملوثه الاساسيه في لهذه القضيه، وبالتالي وضعوا صندوق لمساعده الدول لاقل حظا اللي هي اقل. هذه الدول الكبرى كانت بدات منذ قرون في بناء مدنها، وبالتالي مثلا لو نظرنا لمنطقتنا نلاحظ ان اعمارها صغيره الدول، يعني تاثيرها التراكمي قليل جدا مقارن بقرون عديده للدول التي وصلت الى 300 و400 و500 سنه. إذن القضيه هنا قضيه اخلاقيه، وبالتالي هنا الى الان مربط الفرس ان ليس هناك التزام اخلاقي في هذه القضيه، خاصه في الدول الكبرى، سواء في التزام على انفسها والتزام على حقوق الدول الاقل حظا واقل نموا. بالنسبه للتغيرات التي قاعد تحدث في البحر او في الارض، نتيجه ان هناك خلل في الغلاف الغازي. هذا الغلاف الله سبحانه وتعالى احسن، وحذرنا الله سبحانه وتعالى على الافساد في هذه الارض، لان الافساد هذا حيكون نقمه على سكان البشر. سكان مؤمنين او غير مؤمنين، لان هذه القضيه دائما هي قد تعم عندما يصبح البشر لا يتفق مع ما جاء من احترام هذه النعم. إذن هذا التغير الرهيب في الغازات، مثلا ثاني الكربون قد زاد يمكن اكثر من 40 بنسبه تواجده في الغلاف الجوي، بالاضافه الى الغازات الاخرى، عملت ربكه في الغلاف الغازي. وبالتالي ماذا نعرف من عمليه الخلل او مشكله بيئيه؟ هو ان يفقد التوازن. كل عناصر الطبيعه وعناصر حتى مخلوقات الله غير حيه هي موجوده بالتوازن، وبالتالي الله سبحانه قدرها ووضعها بالتوازن وموزونه، وبالتالي اي خلل يحدث الطبيعه عندها القدره على تحمل لدرجه ما. مثل ما احنا نتعمل المرض لدرجه ما، رغم ان الفيروس دخل عندنا مقاومه، ولكن اذا طغى هذا الفيروس اكثر من حدود قدره الجسم على تحمل تصبح مريض. اذا ايضا الطبيعه هي في نفس السنن، هذه سنن الكون، وبالتالي اي خلل يحدث اذا هناك فقد للتوازن، وبالتالي الغلاف الغازي حدث له خلل في التوازن. الاشعه التي تاتي للارض وتسقط لا تفقد بالطريقه الذي رسم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مولان ما نعرف اللي هو يقول لك ايش الاحتباس الحراري. صحيح. او ما يعرف ب يشبهوها بالبيوت الزجاجيه، التي لان اصبحت الغازات الموجوده في الطبيعه تمنع خروج هذه الطاقه الى الفضاء، وبالتالي هناك تراكم دائم. اذا ماذا الذي يحرك الامواج والتيارات البحريه؟ هي طاقه. وبالتالي هذه الطاقه اصبحت ايضا في الحقيقه لم تسير بطريقه طبيعيه، واصبح هناك خلل، وبالتالي تتوقع امواج تكثر، تتوقع ايضا تحدث ارتفاعات الجفاف، حتى الامراض، خريطه الامراض ايضا راح تتغير بتغير المناخ. كيف هذه بس تشرحها دكتور؟ نعم، يعني هناك خريطه في العالم للامراض، مثلا الملاريا يقول لك والله صحيح. هذه الدول في الملاريا بدات هذه الخريطه تتغير، لان بدا كل العوامل تتأثر بالمناخ. يعني ليش، لماذا كل الوكالات والتلفزيونات يوميا تتكلم عن المناخ؟ لأن من العوامل الأساسية في كل ما يعمل الإنسان وكل ما في الطبيعة من الحياة الفطرية، الحياة الفطرية الدقيقة وغير الدقيقة كلها تتأثر. الزراعة مثلا هي غذاء، والأمر الغذائي، إذا المناخ له تأثير بالغ على الأمن الغذائي، لأن أصبح النبات لا تأخذ النسبة أو نسبة أكثر من ما تحتاجه من العناصر الخاصة بالتغيرات المناخية. إذن العامل في الحقيقة أخلاقي، وبالتالي لابد من تشديد العقوبات الدولية على الدول المخالفة، وأيضا لابد من العمل الجماعي، لأن هي قد تكون التأثير محلي أو واقع في محلي ولا تأثير شمولي. في كثير من الدول الأخرى. إذن بالفعل الأجيال القادمة يجب أن تكون في الواقع حريصة على أنها تنتظر تحديات جمة
في نعم. كل مناحي الحياة. نعم أكيد، وإن شاء الله يعني خلنا نقول أن فعلا تكون هناك تحركات أو كذلك خلنا نقول تحركات فعالة أكثر، وتكون هناك قوانين صارمة بخصوص هذا الملف. دكتور محمد كذلك في الفترة اللي راحت نشوف تحركات وزارة البيئة والتغير المناخي عندنا في دولة قطر، نشوف مبادرات، نشوف برامج، ونشوف كذلك مشاركة في البحوث والدراسات بشكل عام، وأهمية هذا الموضوع بالنسبة للوزارة كذلك. نعم، هذا الحقيقة السؤال مهم. أنا أود يعني بس أضيف لكلام أخي الدكتور سيف بالنسبة لارتفاع منسوب سطح البحر. حقيقة أحد العوامل أيضا اللي تسبب ارتفاع منسوب سطح البحر هو ذوبان الجليد. نعم. تعرف لما ارتفعت درجة حرارة الأرض، الآن درجة حرارة الأرض 1.1 درجة، طبعا مرشح يكون 1.2، احنا نقترب من 1.5 اللي هو في اتفاقية باريس الموقعة في 2015. فشاهد انه هذه الحرارة كل ما تزيد جبال الثلج قاعد يذوب. طبعا وكالة ناسا قدمت جهود كبيرة الصراحة في قياس ارتفاع مناسيب البحار والمحيطات، وطبعا من هنا تبين انه الحقيقة كل سنة تزيد، طبعا نقول سنتي سنتي، لكن تكلم بعد 10 سنين او في 2050 على كل حال ظهر تقرير من ناسا انه ممكن تزيد من بين 35 الى 50 سنتي. 35 الى 50 سنتي يعني معناها جزر في البحار سوف تختفي. نعم. مثل على سبيل المثال طرح طبعا في كوب 2000 وكوب 27 في مصر وكوب 28 ايضا في الامارات العام الماضي انه حقيقه في جزر مثل جزر المالديف، هذه الجزر حيث تتاثر بارتفاع منسوب سطح البحر وسوف بعض الجزر تختفي عن الوجود. فهذه ارتفاع سطح البحر حقيقه السؤال هل سيؤثر علينا احنا في الخليج ام لا؟ هذا السؤال ايضا مهم. والواقع أن العلماء يقولون أن منطقة الخليج هي جزء من العالم، بل بالعكس إحنا عندنا تحدي كبير أن أراضينا أيضا منخفضة. يعني اليوم مثلا خلينا نتكلم عن دول مجلس التعاون عموما قطر والكويت البحرين، أراضي هذه منخفضة، فمعناها أي ارتفاع بسيط حتى لسطح البحر ممكن يؤثر على السواحل. ولذلك حقيقة وزارة البيئة والتغير المناخي حسبت هذا التحدي بشكل جيد بزراعة أشجار المنغروف. أشجار المنغروف الحقيقة الآن إحنا لو تلاحظ طبعا في الذخيرة، نعم صحيح، أم الحول وفيرط والآن وكرة، هذه بجانب أنهم الحقيقة عبارة عن حزام أخضر لدولة قطر، ولكن أيضا وجد علميا وبحثيا، وأنا حضرت أكثر من محاضرة، أنه أيضا يقاوم ارتفاع أي منسوب لسطح البحر، لأنه هو يعيش على المياه المالحة. نعم، تشرب الهدف. نعم. إحنا الودنا الآن الخطوة الثانية أن تقوم بها الدولة بوضع اللي هو الكرة الريف اللي هو الشعب المرجانية. الشعب المرجانية أيضا لها دور في ارتفاع منسوب سطح البحر. شوف شون أيضا. نعم. لها كذلك. أنا الحقيقة اللي ودي أقوله أيضا وأضيف في هذا المجال حقيقة يليت أنه أيضاً الجزر الموجودة عندنا هذه لدولة قطر أيضاً مثل السافلية العالية هذه جزر أيضاً منخفضة، فلو تم زراعة المنغروف في هذه الجزر حقيقة سنحافظ على سلامتها حتى لو بعد 30 سنة. هذا حقيقة يعني أنا أتمنى أنه نشوف هذه الأشجار المنغروف في هذه الجزر المحافظة عليها، لأن الحقيقة لو تركناها بهذا الشكل ما أقول اليوم، ما أقول بعد 10 سنين، لكن يمكن بعد 20 سنة أو 30 سنة هذه المياه تغطي هذه الجزر. يعني أنا عندي تعقيب في الحقيقة، لأن أيضا النقطة اللي ذكرها الدكتور، دولة قطر صار شواطئها وقريبة جدا، لو ارتفع معدل نص متر يعني حيغرق جزء كبير. وبعدين ما هو البعد الأخطر لارتفاع منسوب الماء؟ جميع الأنشطة المهمة البشرية هي وين متواجدة؟ قرب الأنهار والبحيرات والبحار. نعم. إذن أنت هتقضي على بالفعل اللي هو الإرث الإنساني. نعم. من المصانع. صحيح. من الآثار، من التجمعات البشرية. إذن الخطورة في ارتفاع منسوب البحر هو ليس فقط في غرق أراضي فاضية، ولكن الأراضي اللي هي
من أهم أراضي الأنشطة البشرية. نعم. أيضاً أخي سعود مش كذا بعد، وجد دكتور سيف علمياً أيضاً أن الماء عندما يرتفع أو البحر عندما يرتفع أيضاً يرتفع فوق وتحت، تتسرب المياه إلى تحت فتوصل نعم. إلى المزارع، وإحنا مشكلة عندنا الأمن الغذائي. صحيح. فبتتملح المياه اللي هي تستعين بها اليوم المزارع المنتجة. نعم. وهذه مكمن الخطورة، ولذلك حقيقة في دولة من الدول الحقيقة وجدوا هذا الأمر بعيدا عن البحر، أن بدأت الحقيقة تتسرب المياه المالحة إلى داخل هذا الأرض. نعم. وأهم من ذلك الحوض الجوفي، دولة قطر كان الناس يشربون زمان. صحيح. على الساحل. نعم. وبالتالي ارتفاع المنسوب يعني الضغط عالي يصير في البحر، والضغط الأخف وين؟ في المياه الجوفية. نعم. إذن هناك ما يعرف بالأواني المستطرقة، إذن المياه تتوغل إلى داخل وتلوث المياه الحلوة، وبالتالي نعم. بعد استراتيجي مثل دولة قطر الحين المياه الحلوة ظلت في منطقة وسط شبه جزيرة قطر فقط. لماذا؟ لأن حدث ما يعرف بالإنتروجين، أي عملية توغل المياه المالحة، لأن تغير الحركة. نعم. زمان كانت الحركة من المياه الجوفية إلى البحر، الآن الحين العكس. نعم العكس، لأن صار انخفاض في المنسوب لقلة الأمطار والضخ الجائر، ثم ارتفاع في دول البحر، وبالتالي إذن بعد استراتيجي بالنسبة للمياه الجوفية. نعم أكيد، طبعا حديث شيق ومعلومات قيمة جدا مشاهدينا الكرام بخصوص هذا الموضوع، وأكيد مستمرين معاكم في هذا الموضوع، لكن ننتقل معاكم إلى فاصل قصير وراجعين لكم. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام، أكيد مستمرين معاكم في برنامجكم الرمضاني الغبقة، وأكيد مع موضوع اليوم، ونعود أكيد للحوار مع ضيوفنا، ونرجع عند المهندس أبو بكر. طبعا اليوم نتكلم بشكل عام عن الاستدامة، ودائما نحاول تعريف المواطنين وإيصال الرسالة وأهمية الاستدامة، وكذلك في نفس الوقت نتكلم عن أهمية إعادة التدوير في خلنا نقول توفير الطاقة أو توليد الطاقة بشكل عام، أهمية
طبعا اولا الاستدامه واعاده التدوير خاصه في هذه السنوات وايصال الرساله خلنا نقول كثر ما نقدر للمواطنين وللمجتمع لاستيعابها واستيعاب اهميتها كذلك. ممكن ان احنا نشوف الى الان، وانا اتكلم بعد عن نفسي او بحط نفسي مثال، الى الان ما اشوف اني ممكن او ان شاء الله اني اتعود انا على اولا على اعاده التدوير بشكل عام. في الاخير هي فكره مجتمعيه، هي عاده موجوده والتعود على هذه العاده. واليوم انا شلون ممكن فعلا اتعود على هذه العاده وساهم في اعاده التدوير لتوليد الطاقة ومساعدة بلادي في الأمور البيئية وأمور الطاقة وكوني جزء لا يتجزأ من هذا الوطن. تمام، والله سؤال كبير صراحة. أنا أحاول أن أختصر وألخص الموضوع أبسط. أولا بالنسبة للاستدامة، تعريف الاستدامة في تعريف رسمي من خلال الأمم المتحدة نفسها، وجدت هذا التعريف متبنى في مناهجنا. أنا كنت أدرس ولدي من سنة وشفت هذا التعريف بالضبط موجود في المناهج، وشيء جميل هذا. التعريف الرسمي هي في سنة 87 الأمم المتحدة شكلت لجنة سميت لجنة برنتلاند لدراسة الاستدامة ووضع تعريف وأطر للاستدامة. فهذه اللجنة خرجت بتعريف، وهي دراسة كبيرة. فالتعريف في هذه الدراسة، التعريف الرسمي للاستدامة اللي هو تلبية احتياجات المستقبل دون المساس بقدرات الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتهم. بمعنى النقطة اللي تكلم عنها الدكتور سيف بالضبط هي قضية التوازن. يعني أنت تلبي احتياجاتك من الموارد كذا، ولكن لا تستنزف الموارد بدون شراها بحيث أنها لا تؤثر على الأجيال القادمة في المستقبل. هذا يعني أن الاستدامة دائما مرتبطة بالموارد. قديما الإنسان البدائي ما كانت عنده احتياجات كثيرة للموارد، فما كان في أي مشكلة بخصوص الاستدامة وكذا. مع تطور البشرية في مشكلتين سببوا يعني أثر كبير على موضوع الاستدامة. الأول هو الانفجار السكاني. نعم. يعني حاليا البشرية تبلغ يعني ما يقارب من 8 مليار نسمة، عدد كبير جدا من البشر واللي هم احتياجاتهم الخاصة من الموارد. والشيء الثاني طبيعة الحياة العصرية. يعني سابقا الإنسان القديم ما كانت عنده مواصلات، ما كان هذه أشياء ما كانت ضرورية. اليوم المواصلات سواء المواصلات البرية أو الطيارات أو السفن أو الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المباني من مستشفيات ومدارس كلها أصبحت ضروريات للحياة. أنت لا يمكن أن تتخيل الحياة بدون هذه، بدون طرق، وهذه كلها استنزاف للموارد. إحنا ممكن نقسم الموارد إلى قسمين، موارد متجددة وموارد غير متجددة. المعرفة موارد الغير متجددة يعني على سبيل المثال النفط والغاز. نعم. كذلك الفحم. الموارد المتجددة نفسها ممكن أن بعض الموارد المتجددة ممكن تعتبرها الموارد غير متجددة. متى؟ إذا فقدنا التوازن. على سبيل المثال الأخشاب تعتبر من الموارد الطبيعية المتجددة لأنها مصدر هي النبات والأشجار. نعم. ولكن إذا كان استهلاكك للأشجار وقطعك للأشجار أكثر من أن الأشجار تعطي نفسها فرصة لنمو نباتات يعني أشجار جديدة، فأنت يعني عطلت التوازن البيئي اللي إحنا كنا نتكلم عنه. فهذا شيء. إذا جينا لقضية التدوير، إعادة التدوير تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد. احنا ممكن نحل إشكالية دائما المخلفات، هي إشكالية كبيرة للمجتمعات. ممكن التعامل مع المخلفات بطريقتين، طريقة بدائية وطريقة يعني حديثة. الطريقة البدائية المعروفة الطريقة التقليدية اللي تاخذ المخلفات وتضعها في مكبات النفايات، وهذه لها إشكالياتها البيئية المعروفة في مكب النفايات.
ولكن الحقيقة أن هذه المخلفات نفسها ممكن تتحول إلى ثروات، لأن هذه النفايات فيها مواد، فيها بلاستيك، فيها ورق، أحيانا يكون فيها ذهب، يكون فيها مواد مختلفة. إذا أنت أعدت تدوير النفايات هذه، فأنت أولا تحل إشكالية بيئية، والشيء الثاني أنت ممكن يكون هذا عامل لنمو اقتصادي، لأن النفايات هذه معناها موارد جديدة، معناها صناعة، معناها وظائف جديدة. فممكن أنت تقوم بإعادة تدوير النفايات بشكل كامل نظريا ممكن، أو الطريقة الأخرى للمعالجة الجيدة للنفايات اللي هو استخدامها في توليد الطاقة. نعم. عبر ما تسمى waste to energy، محطات waste to energy. تأخذ هذه النفايات، والنفايات تقسم قسمين، نفايات عضوية تحول إلى أسمدة، والنفايات الأخرى يعني تدخل في أفران الغاز ويتم حرقها. الطاقة الحرارية الناتجة من هذه تستخدم في توليد طاقة كهربائية. نعم، هذه ممكن الطريقة الصحيحة لإعادة التدوير، أو خلنا نقول البسيطة جدا في إعادة التدوير وأهمية إعادة التدوير. طبعا دكتور محمد، لوجود طبعا أولا التوازن البيئي والمحافظة مثل ما ذكرت. طبعا مهندس مبكر، اليوم الاتجاه إلى الاستدامة وأهمية إعادة التدوير، خاصة خلنا نقول في منطقتنا، وحاجة المجتمعات للاستدامة وإعادة التدوير، وأهمية يعني هذا الأمرين للاستمرار طبعا في خلنا نقول في التوازن البيئي، وكذلك مثل ما ذكرت عدم طبعا استنزاف موارد الأجيال القادمة. أنا ودي أضيف بس تعقيب. لا تفضل، بس أنا بكتب تعقيب على النفايات. يعني حقيقة أنا شاركت في ندوة في بريطانيا على موضوع الندوات حقيقة عن النفايات في هذا الموضوع. حقيقة يعني كلامك طيب، وفعلا النفايات هذه من يعني العلم الآن الحديث، أنك أنت كيف تستخدم هذه النفايات لتحولها إلى مواد سليمة وصحيحة يعني. نعم. ولذلك حقيقة تعتبر، يمكن أنا أقول لك معلومة يعني مهمة، وحتى لا يسمى الدولة حتى الدولة حتى عالميا، قطر تعتبر واحدة من أكثر الدول استفادة من النفايات. يعني أنا خليني أعطيك أمثلة كثيرة منها الإطارات. نعم. الإطارات القديمة كانت بالملايين عندنا. صحيح. تم طحن هذه الإطارات واستخدامها في مواد البناء. الآن في بلاطات سوى بمطحون الإطارات. الآن أيضاً يفكر باستخدام مطحون هذه الإطارات في الخلطات الأسفلتية. الخلطات الأسفلتية هذه لما تدخل مطحون الإطارات هذه تسويها مثل المطاط، تصلح هذه الطرق حق الشاحنات، فهي تصير مثل المطاط هالشكل. نعم. فكل ما زاد عليها الضغط نزلت وطلعت في نفس الوقت. أيضاً كذلك هناك بعض المواد تدخل في بعض المواد الإنشائية مثل الطابوق وغيرها، استخدم أيضاً البلاستيك يعني الأخشاب وغيرها. بس هو الحقيقة في تحدي مهم في هذا المجال، هو فصل النفايات. يعني إحنا لو قدرنا نستطيع أن نفصل النفايات، يعني البلاستيك يوضع له قمامة لحالة، وهذه لحالة، وهذه لحالة. لو نجحنا إحنا في المنازل، لو وصلنا إلى أعلى المراتب في هذا المجال. هي في الأخير ثقافة دكتور، لابد أن تكون موجودة. نعم، أنا في الحقيقة بعقب على دكتور على الأخ مهندس أبو بكر. ذكر الإنسان القديم، وهنا قف وقفة تقدير والاحترام لأجدادنا الذين كانوا بالحقيقة خير من وطن بيئتهم. إذن المواطنة، ماذا يعني المواطنة؟ هي التي تحقق الاستدامة. كانوا في البيئة الطبيعية، لم يذهبوا الجامعات ولم يسمعوا عن كثير من نسمع اليوم، ولكن الطبيعة كانت ملهمة لهم، وأيضا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبالنعم كان أيضا عامل مهم. فكان بالفعل أعمالهم إيجابية، يعني رغم بساطتهم تجاه بيئتهم وظروفهم.
طبعا اليوم اختلفت الامور ولا نطلب الناس نعيش بنفس، كان هناك توازن لم يكن هناك نعم. رعي جائر وغيرها نعم. يعني من لأن الطبيعة ملهمة كان وتعلم كثير من فنون ومهارات التعامل مع الطبيعة، فكان الماء له قيمة، كان النبتة لها قيمة، الحياة لها قيمة، إذن كل شيء كان له قيمة بالنسبة لهم وفيها بعد ديني أيضا نعم. أما الطفل اليوم طبعا لا نطلب أن يعيش عصر الأجداد ومأبائهم، ولكن أيضا اليوم لابد لتحقيق الاستدامة لابد أن نصبح ما يعرف ب اللي أسميه أنا التخضير المهنة. لأن الإنسان منذ ولادته لين أن يغادر هذا الكوكب هو أم يكون إيجابي وبالتالي يحقق الاستدامة أو يصبح سلبي اتجاه البيئة، وهني لن نحقق خرجة نعم. تحتاج طبعا العملية إلى ما يسمى بيش بتوطين وتخضير المهنة. مثلا الأمومة، كيف نخضر الأمومة؟ الأم لابد أن تكون عامل مهم نعم. في تربية الطفل في السنوات المبكرة. الأطفال أذكياء جدا حتى العمر سنة وسنتين ثلاثة. اليوم مهمة الأم هو كيف أن تحاكي كل ما هو جميل تجاه البيئة في بيتها الصغير. مثلا عندها حديقة صغيرة نعم. فالطفل هذا لازم يعرف قيمة الحياة، لازم يعرف قيمة الماء في البيئة المشيدة، لازم يعرف هذا. وبالتالي المهندس الذي سيبني البيت إذا هو غير مخضر مهنته سيبني لك بيت جميل جدا ولكن غير صحي وغير بيئي، لن نعم. يختار المواد الأفضل. الأستاذ اللي تدرس الرسم مثلا في المدرسة، دول الأطفال اليوم حنرسم البحر والأسماك والجو والطيور باسمه الأطفال، اللي خضرت مهنتها حتقول للأطفال اليوم حنرسم هذه العملية، أنتوا إيش لو وسخنا البحر؟ كيف لو رميت المخلفات؟ شوف الرسالة هنا، رسالة بيئية منقولة من خلال إيش؟ من خلال مهنتها، من خلال التدريس اللي يدرس علوم شرعية، اللي يدرس رياضيات. البيئة تتقاطع مع كل مناحي الحياة، وبالتالي الإنسان دائما يكون خلفيته بيئية في أي مكان يعمل فيه نعم. وبالتالي تصبح هناك نوع من الاستدامة، لأن عمله ونشاطه يكون إيش؟ مستدام وإيجابي نعم. وبالتالي هذه العملية تحتاج في الحقيقة إلى دور أفراد بشكل كبير، لأنهم يمثلون القاعدة الأكبر في الكرة الأرضية نعم. يعني هناك 8 مليار إنسان، لو كلهم هذولا إيجابيين لن نشاهد مشكلة، وبالتالي سنصبح نعيش في الاستدامة. نعم أكيد أهمية التوازن إذا ممكن أعقب على الموضوع. تفضل. لا لا تفضل، أنا كنت جايك أصلا. المهندس قال كلام جميل، خصوصا بالنسبة لمنهج ابنه عندما كان يدرسه كانوا يدرسون عن الاستدامة نعم. ولكن تساؤلي أنا نوعا ما، هل تحس أن الدراسة اللي درسها ابنك انعكست عليه الحين لما يتصرف في حياته؟ أي أنا أذكر قبل حوالي 25 سنة كنت في أوروبا، كان في أيام مختلفة بالأسبوع، هذا اليوم لازم تطلع الجرائد برا، اليوم الثاني لازم تطلع الغراش الشفافة برا، لازم تطلع الغراش اللونها يعني يا أخضر يا أحمر برا، أو تطلع الألمنيوم برا أساس تمر السيارة النفايات وتأخذ هذه الأشياء. إذا طلعت الغراش الشفافة برا في يوم الورق ما يأخذونه من قدام باب بيتك. هذه الثقافة كانت موجودة من قبل، بس سبحان الله بعد 25 سنة بدأت تختفي مع التمدن ومع التقدم في التمدن، بدأت تختفي العادات اللي تعلموها في السابق، وصار الناس ما يهتمون كثر ما يهتمون الحين. فشيء جيد أن نعلم الأولاد، ولكن هل هذا ينعكس على طريقة حياتهم في الوقت الحالي؟ ما أظن أنه ينعكس، لأن متطلبات الحياة الحين مختلفة جدا عما كانت. ما راح أتكلم قديم الزمان عن قبل 25 سنة نعم. في أشياء كثيرة الطفل اللي يبيها أو الولد أو المراهق أو اللي عمره 21 إلى 31 سنة يبيها في الوقت الحالي ما كان يبيها في السابق. القيم لا تتغير بتغير الزمان، وبالتالي إذا عززت طفلك بقيم تتجد إنه هو في الحق عامل مهم، ما هذا هو طول حياته صحيح. وبالتالي هي كيفية نقل المعرفة إلى السلوك نعم. إذا لم تستطيع نقل المعرفة إلى السلوك وبالتالي تصبح علمه، ولكن أكثرنا مشغولون كيف نؤمن حياة أفضل من حياتنا لأطفالنا. القيم هي سلوك تلقائي صحيح. عندما يصبح الإنسان عنده هذا السلوك هو يعمله بدون أي
تفكير بدون ما يحس فيه لا إراديا. أنا يعني عندي تجربة، لو عمل طفل لكن يسكر الليل وخارج من غرفته تلاحظ يده تروح بعد فترة، هو حتى ما يشعر أنه طفى ليته وما طفى. يعني إذا المهم كيف تحول المعرفة للسلوك. إذا فشلت في هذا بالفعل سيصبح مثل ما أنت تذكر. هو يا دكتور يعني التركيز على التعليم طبعا، يعني شوف هو هذه البداية. صح. اليوم احنا لازم ننشئ طفل يتعلم كيف يحافظ على بيئته. ولذلك حقيقة أنا يعني أذكر قرأت قصة صغيرة لأطفال الروضة يعلمونهم كيف لو عنده تفاحة يعني يستفيد من قشر التفاحة. صحيح. فظل هو حتى في البيت يأخذ هذا القشر ويحطه في كيس يوديه المدرسة. ليش؟ على أساس يستفيد منه كسمات. خلاص الآن هذا الطفل أنا في تصوري حتى عندما يكبر لن يرمي قشر تفاحة لأنه حيستفيد منه في السماد وغيرها ويبني عليها. نعم. لأولادك. أي ويبني عليها. لذلك حقيقة اليوم يعني التعليم هو الأساس. نعم. وإذا أردت أن تنشئ جيل فركز على التعليم. وبعدين دكتور محمد أصبح الطفل قدوة سنة. صار الطفل الحين يمكن الحدث لحتى المقاطعة الصهاينة، صار الطفل هو بعد ما عرف العملية صار هو يحث أولياء أموره، يعني صار أكثر وعيا. نعم. لأن الطفل يوم ذكي إذا هو عرف ونقل المعروفة. نعم. لتصبح سلوك خلاص هو يصبح قدوة للكبار. نعم. إحنا ممكن طبعا ممكن تفضل النقطة الأخيرة لأدهمنا الوقت. بس مثال عملي لأهمية التفضل في الأخوة على الوعي في قضية التدوير وقضية نجاح عمل التدوير. العامل الأساسي هو الوعي، وعي المواطن. يعني من كم شهر أنا شفت البلدية بدأوا يحطون، شفت قدام بيتي حاويات خاصة بإعادة التدوير. نعم. زمان كانت حاوية واحدة اللون الأخضر للجسم المخلفات العادية، الآن في معطينها لون أزرق لإعادة التدوير. لكن أنا رحت وألقيت نظرة نفس المخلفات. نعم. يعني الناس خلاص ثقافه مش موجوده. مش موجوده. تروح انت مجمعات تشوف الحاويات اللي هي ورق. نعم. ولا بلاستيك ولا معادن، تلقي فيها نظره اللي فيه اللي مفروض فيه ورق تحصل فيه برجر ولا اكل. نعم. ولا كذا واللي فيه تحتاج وعي. نتمنى اكيد وجود هذه الثقافه، وباذن الله من خلال الرسائل والمبادرات التوعويه بإذن الله يعني ممكن، وأنا متأكد أنها بتوصل هذه الثقافة، وأنه راح نستمر أكيد في هذه الثقافة والمحافظة على بيئتنا. في الأول والأخير يعني مثل ما كان شعار اليوم الوطني مرابع الأجداد أمانة، وفعلا مرابع الأجداد أمانة. والحديث كان مثري وموضوع مهم، ونشكركم على تواجدكم دكتور سيف الحجري الخبير البيئي، شكرا على تواجدك، وكذلك سيد عبد الله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية، شكرا على تواجدك، وكذلك الدكتور المهندس محمد بن سيف الكواري خبير ومستشار بيئي بمكتب وزير البيئة والتغير المناخي، شكرا على تواجدك، وكذلك مهندس أبو بكر الجنيد رئيس العمليات بشركة مرافق قطر، شكرا على تواجدكم وشرفتونا واستمتعنا بهذا الحديث، والوقت مر ولا حسينا فيه، وأكيد نشوفكم بإذن الله مشاهدينا الكرام بكرة في حلقة جديدة وموضوع جديد. في أمان الله.